بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبدأ حصتنا الأولى ورجاء تعطى رقم 00 00 00. وأنتم مجموعة عبارة عن فرقتين أو مجموعتين، مجموعة حرف الجيم من جمال، ومجموعة حرف الواو أو حرف جي، يعني فصل أو مجموعة أو دارسين، وعددكم 10 تحت حرف الجيم أي الجي باللغة الإنجليزية، ومجموعة 10 أشخاص دارسين، تحت حرف الواو أو الدبليو. نحن نبحث في هذا البحث كيف نتعلم لغة تخاطب الناس والجنة والملائكة. طبعا الحصة أو الكتاب سيكون معنا 15 كتاب. الكتاب الأول 00 00 00 للكلمات القديمة، والمرتبة من الـ A لـ Z أو من الحروف الأبجدية باللغة العربية كما هي موجودة أمامنا في هذا المربع، إلا بادئ من 0 ولما نمشي مع عقارب الساعة انتهي ب26. فعندنا رقم 0 ورقم 6 و14 و19 لا يتقاطع، أما الرقم من 2 لـ5 في العمود اللي على اليمين، ثم من 7 لـ13، ثم من 15 لـ18، ثم من 20 إلى 26. يعني الأعمدة فيها 4 أرقام، وفي الأسفل الأفقي هذه الخطوط السوداء اللي هي فيها الأرقام، فيها 7 أرقام تحت و7 أرقام فوق، مجموعة 14 رقم. وعندنا في اليمين الرأسي 4 أرقام و4 أرقام تحت، في الرأسي في اليمين 4 أرقام اللي هي تحت 0 2 3 4 5. فالأرقام المركونة أو أرقام الأركان 0 6 14 19 ليس لها تقاطع. ففي هذا المربع سنستعرض 15
15 صفحة. ما علينا، احنا نريد ان نتابع في 15 سورة او 15 شابتر الكلمات اللي ذكرت، ونريد نرقم الصور كذلك، ثم نكمل. يعني عندنا الآن في 15 سورة، سورة 1 و 14 115 إلى 100 إلى سورة 100 في 14 سورة. أو 101 أو كذا، سنكون مع بعض. لكن أريد أن أوضح لكل الناس أن هناك كتاب مفقود أنا أتابع فيه، أنا المدرس أتابعه، ولكن في خيالي كتاب مفقود، ومواصفات الكتاب المفقود مثل البحث اللي بنعمله. يعني هو مكتوب بخط اليد وما هو موجود، لكن وصف لي قبل 50 سنة. يعني مثل كتاب شمس المعارف موجود عند ناس، وناس مو موجود عندهم من قبل 50 سنة موجود. فلو واحد موجود عنده كتاب شمس المعارف اللي هو تعليم لغة الجن، كيف الواحد يتمكن انه يتكلم مع الجن؟ طبعا الكلام من الجن مو بس السحر، يعني حتى كثير ناس يتكلموا مع الجن مو لغرض السحر. اعرف انا ناس وعشت معاهم كان يكلم الجن يقول اجيبوا ايه الاخوة ويردوا عليه. لكن دعنا من هذا كله، خلينا نتكلم عن الناس كلها. كل الناس هي تتكلم مع الجن، يعني الإنسان، وحنتعرض لصورة الإنسان كمان في مع مجموعة حرف الجي. عندنا حرف الجي وحرف الدبليو، 5 أشخاص في حرف الجي و5 أشخاص من الإنس، فهذه 10 من الإنس وفي 10 من الجن. فكل الناس يعني من يوم يبدأ يتكلم الإنسان، خلينا نقول من 10 سنوات يبدأ عنده حصيلة للكلام والتعبير والأسماء والحروف. نركز على الحروف ثم الأسماء. فعندنا 6 حروف اندرج تحتها أسماء كثيرة جدا. يعني حرف يبدأ بحرف الزين أو الزد، زيتون. بحرف الجيم جمال وجنة وجنة، هذا كمثال في الكتاب القديم. وجمل، وحرف الثاء كذلك ما يحضرني مثال، وحرف الخاء زي خوف. فسنحصي كم في الكتاب الأول، كم ذكرت وهي والكلمات التي ذكرت. وحرف الضاء زي ظالمين، ظلم. وحرف الشين زي شر. فهل هناك مثلا زي شر، هل هناك ترجمة لها؟ لا، خاصة شر. وحتى ظلم وحتى خوف لا تترجم. يعني الكلمات اللي نجدها نستخدمها نكتبها باللغة الإنجليزية. طبعا الكتابة باللغة الإنجليزية سنترك يعني
الكلمة تكتب باللغة العربية وسط الكلام بالإنجليزي. والكتاب عموما أو الكلمات هي فإذا كل العذاب هذا بيحصل بسبب الوسوسة. يعني لو هو من أول ما سمع وسوسة قال لا أنا رفع يده اللي عمله ده وأنا شفته كان انتهى الموضوع. فالوسوسة فيها تخويف، فيها تشجيع. أحيانا الوسوسة فيها تشجيع اللي خلى الطالب هذا اللي حط الأذى فوق المروحة أو المسحوق هذا اللي الشيطان أو اللي وسوس. قد تكون الوسوسة من الجن والإنس، من الجنة والناس. يعني اجتمعوا ثلاثة فكل هم ستة صاروا اتفقوا لتنفيذ الخطة واختاروا من ينفذها. قلنا أي واحد هو اثنين، يعني ثلاثة جن وثلاثة إنس. فكون الكلام مع الجن هذا دائما موجود. الناس يسموه جن والناس يخافوا من إنه يتكلم بالوسوسة دي. يعني بدل ما يجلس شهر الموضوع ويمكن يجلس سنين لو ما ظهر، ينظر إلى الفصل ده سنين إنما دول ناس كلهم سيئين أو كانوا 20 مثلا. فلو كانوا 20 هم 40، لو كانوا 10 هم 20. انتبه لهذه النقطة. نجي للملائكة. تعنيبك للضمير أو الضمير ده اللي يأنب هو الملائكة، لأنك أنت الملائكة بتحدد إنه أنا غلطت أو إنه كأنك أنا سيء. لما تقول أنا سيء هنا كأنه ما هي وسوسة، كأنه الملائكة. يعني لا مرة أخرى اللي بيقول لك أنت سيء. أما التاني اللي ورطك ما يقول لك أنت، لو وسوس لك تاني قال لك أنت سيء مش الجن. فهمنا؟ طبعا ندي مثال تاني. يصير حاجة في البيت، تنكسر حاجة وفي ثلاثة أولاد ولا أربعة، فيجي يسأل الواحد من كسر هذه؟ ما في إلا هم، كل واحد يقول مش أنا. يستحيل، لازم واحد منهم. فيتخذ موقف. طبعا ما يبغوا يفتنوا على بعض، مو لازم انه الاربع خططوا، قد واحد راح كسرها وقد يكون مو بقصد وطلب منهم ترجاهم لا تقولوا اسئلتوا اني انا كسرت. فاذا ما يقولوا انه هم ما كسروا واحد، يقول كل واحد مو انا، حتى الشخص نفسه. فيفضل الاب ولا الام كأنها عرفت، يعني كل واحد تعامل كل واحد انه هو، فيفضل هنا مشاكل تسير. فهذا كله الصغير بيخاطب الجن والأم بتخاطب الجن. يعني مثلا ندي مثال الأم او مسؤول النظام في المدرسة. يعني لو خلاص قالوا ما في مانع يعني نعنفهم أو عنفتهم واحدة مرة، ما نعتبر الموضوع يستمر لشهر إلا لازم يطلع الشخص. لأنه هناك يقول كيف هذول الصغار يستغفلون، وكيف لو طلعوا كده حيستغفلوا كل الناس وهذا مو في صالحهم. كل الكلام ده وسوسة، لأنه سوى أزمة لنفسه وللصغار أو وضحت. يعني نحن بنكلم الجن كل يوم، يعني في احد ما يتكلم في بدون ما يعني في عقله في شيء يكلم، بيسمع صوت وكلام وكلمات لها معاني. ليش امي سوت كذا؟ ليش هذا سوى كذا؟ ليش كذا؟
كشخص مش كمجتمع. يعني ما اتكلم ليش الحكومة ولا ليه المدرسة سوت لكل النظام ده، لا هذا خلاص معروف ما يحتاج، لكن ليش انا اللي هي الانا، لكن ليش انا اللي هي الانا. يعني لما الواحد يقول لك ليش انا وانا لازم اسوي كده وانا وانا وانا، هذا الايكو، هذا زي ما قال حق باور اوف ناو هو الاخر. الا انت ما تبغى تبوح بالسر اللي بيكلمك، وتقريبا انت طوال الوقت يعني حتى التفكير وسوسه، حتى لما بتفكر في حاجه تحل مساله وسوسه. مو شرط الوسوسه خطا، لا يعني قد يساعدك، قد انت في الامتحان بتجيك وسوسة انه هذا الحل الصح وانت ما ذاكرته اللي هو صح وخطأ اللي هو التخمين، وتأخذ علامة عالية، فهذه وسوسة من الذاكرة. لانه انت لما تتكلم او الانسان يتكلم والجن والملائكة عن طريق البروسيسور اللي هو مركز الإدراك في المخ، الإدراك. فكثير من الناس يتحمس انه انا اعرف اكلم الجن، انت تعرف، فحنتدرج في الكتاب هذا، حنتعلم من الصور دي، من الصور الإطار الأسود ده وجوته حروف، هتتعلم إنك تكلم أو تفهم لغة الآن. يعني مثلا لغة الحيوانات، حيوانات تتكلم مع بعض، في اللي يربي كلب مثلا، أو الدكتور البيطري لما يجيله الكلب ويهوهو وكذا، هو يفهم من خبرته فين يعني الهوهوة دي انه بيشتكي، زي الطفل لما يشتكي امه تفهم تقول هذه مخصب بطنه او كذا، يعني في خبرة. فهي قرية دماغه، يعني دماغه هو اللي ارسل الصوت او المخ، فهي متعودة على النغمة دي. الصوت لما يبكي يقول لك الطفل يبكي متواصل متقطع كذا، يعرفوا انه ايش، بالذات امه تعرف هو ايش عايز يغير كذا، عنده مخص دلع يبغى ينشال زي كده. اكتفي بهذا القدر، وطبعا لا تنسوا البحث والواجب. شكرا.
بين الحزن والشموع أداع ما ستلعب. حبيبي